هدول متزوجين متزوجين. يا الله. امي امي شو الموضوع؟ اهلين ابني. سوزان خانم استقبلتني بطريقتها اللي بتسم البدن من الصبح. قلت خليني اسلم عليها، بس هالمرة بتحسسني انها مبرمجة لتفهم كل شيء بالعكس. شفت بعينك كيف اسلوبها بالحكي؟ يلا بلشنا. امي ما بيصير تقولي هالمرة عن حماتي. بدك يعني الا لكان زلمة؟ خلصنا، لو سمحتوا اهدوا شوي. اذا بدنا نعيش كلياتنا مع بعض بهذا البيت فلازم نحترم بعض. مزبوط كلامك يا روحي.